السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي وأنا شغال على ويندوز 10، لو أنا عندي أي ملف وبقول له ديليت بيتلغي من غير ما يجيب لي رسالة تحذير أو يتأكد، أو ممكن أنا كنت دوست على زرار بدون قصد. تمام، فحل الموضوع ده إن أنا هاجي هنا على ريسايكل بين وأدوس رايت كليك وأقول له بروبرتيز، بلاقي أول خاصية خالص تحت ديسبلاي ديليت كونفرميشن دايلوج. أوكي، دلوقتي لو انا دوست على اي زرار ديليت هيبدا يجيب لي الرساله الجميله ديت، هل انت متاكد من الكلام ده ولا لا؟ فيبدا يرجعني، يمكن ارجع في كلامي وما الغيش الملف.